أهلا بكم في منصة عالم بهاء الاحترافية التعليمية. خطوات إنشاء حساب على المنصة: بعد الدخول إلى المنصة اضغط على إنشاء حساب، ثم املأ معلومات الحساب التي تتضمن اسمك الثلاثي، البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، كلمة المرور، ثم أعد كتابة كلمة المرور، ثم اضغط على خيار اشتراك. مبارك، تم إنشاء حسابك بنجاح. التقط صورة لمعلومات حسابك لتحتفظ بها. بعد تصويرك لمعلومات الحساب، انتقل إلى تسجيل الدخول للاستفادة من خدمات المنصة. اكتب البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف مع كتابة كلمة المرور، ثم اضغط على خيار تسجيل الدخول. ستنقلك المنصة بشكل مباشر إلى لوحة التحكم الخاصة بك. انتقل إلى آخر الدورات التدريبية المضافة في المنصة، حيث توجد دورات مجانية وكذلك دورات مدفوعة. الاشتراك في الدورات المجانية: اختر الدورة التدريبية التي ترغب الاشتراك بها ضمن الدورات المجانية ليتم تحويلك إلى صفحة الدورة. اضغط على الخيار اشتراك في هذه الدورة ليتم تسجيلك بشكل مباشر. مبارك، تم اشتراكك في الدورة بنجاح. انتقل الآن إلى صفحة الدورة لمشاهدة محاضراتها. عند الضغط على زر الانتقال ستنقلك المنصة بشكل مباشر لمشاهدة المحاضرة الأولى. اضغط على خيار المحاضرات لمشاهدة بقية محاضرات الدورة. هنالك بعض المحاضرات تحتوي على مرفقات خاصة بالمحاضرة، يمكنك تحميل المرفق من خلال الضغط على خيار تحميل المرفق. عالم بهاء الاحترافي، معا للقضاء على أمنية الحاسوب.